سوريا، أول ما بدأ الموضوع لسوريا توجهت للمملكة العربية السعودية وقابلت الملك عبد الله بناء، الله يرحمه، بناء على تعليمات من سمو الأمير الوالد، وقلت له هذه الحالة. قال لي احنا معاكم، انتوا امشوا في هذا الموضوع واحنا بننسق، ولكنكم انتوا خلكم مستلمين الموضوع. واستلمناه، ما اريد ادخل في تفاصيل، عندنا ادلة كاملة على الاستلام في هذا الموضوع، وكان اي شيء يروح لتركيا وكان ينسق مع القوات الامريكية، وكان توزيع كل شيء كان يتم عن طريق القوات الامريكية والاتراك واحنا والاخوان السعوديين، وكان كل حد موجود العسكريين. يمكن حصل خطأ انه في فصيل دعم في فترة، بس مش داعش، هذا موضوع يعني زودوها. يمكن النصرة كان في علاقة، يمكن كان في، انا والله ما اعرف في هذا الموضوع، لكن اقول حتى لو كان هذا الموضوع عندما جاء ان النصرة غير مقبولة توقف هذا الدعم من النصرة، وكان التركيز على تحرير سوريا. احنا تهاوشنا على الصيدة وفلتت الصيدة واحنا قاعدين نتهاوش عليها. الان انقتل في سوريا بشار موجود، طيب انتوا الان تقولون بشار اوكي خلي يبقى، ما عندنا مانع، ما عندنا ثأر مع بشار، ولا عندنا، كان صديق لنا. لكن انتوا كنتوا معنا في خندق واحد، غيرتوا قولوا لنا احنا بنغير،